يعني حاجة بسيطة. حاجة بسيطة جدا يعني، فبتبقى أسهل كتير. فهي بنكرر الحقن أنت في 10% من الناس اللي مشكلتهم أكبر من إنها تتحل من مرة واحدة. لو عايز 2 3 سم هنجيبهم لك بالحقن، لو مش عايز 2 3 سم عايزة 5 6 سم، محتاجة 5 6 سم، صعب أجيبهم بحقنة مرة واحدة. طيب إحنا معانا تليفون من السيد أمال. ألو أمال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني انا عندي سؤال ليه يعني دكتور. اتفضل. انا دكتور انا يعني انا عندي اشعه نازل زياده كتير قوي، فانا كنت بشتغل دكتور مثلا في الحال اللي كان الحالية المشكله دي كلها، بس لما قعدت في البيت قاعده في البيت اللي كان مثلا ونص جاتي فوزي البيت بالشكل اللي بيتحل يعني. ما عنديش يعني طاقه بالطاقه، ما عنديش طول بال الرياضه، انا مشترك بقالي 3 جيل بس بروح فعلا كل مره كل شهر ولا حاجه. وكل مره بروح فعلا بلاقي يعني بلاقي نتيجه يعني، بس انا ماليش طول بال ليها. فانا دلوقتي المشكله عندي هل هي فعلا لازم تكون شفط ولا الحقن اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، ولا ده الشفط دوت يعني اللي كنت اديه يعني او اعمله او الدكتور اللي حدد لي او ايه اللي انا ممكن اعمله؟ يعني انا عندي فعلا كميه تكون جامده كده في منطقه البطن وكده. هتسألها المنطقة هتقولي لازم زيادة مش بخفف، لكن هي في الآخر حددت إنه منطقة البطن والجنين. لو منطقتين زي دول حسب كمية الدهون يا أمال أنت عايزة تحليها في قد إيه؟ أنا فهمت من كلام حضرتك أنك عايشة في الصيد. ما أقدرش أقول لك تعالي مرة كل شهرين عشان أنا بحقن مرة واثنين، لكن أقدر أعمل لك عملية شفط سريعة جدا في يوم. هتتعبي بعدها أسبوع في التاني زي ما قلنا، لكن في الآخر هنجيب النتيجة اللي أنت عايزاها. ما فيش مانع، الاثنين ينفعوا بس حسب كميه الدهون، ده هيبان بالكشف، لان انا اخاف اقول لك دلوقتي تعالي مصر عشان احقنك حقن ازاله الدهون وبعدين لما تيجي الكشف من الجلد حالتي وحشه، مش هينفع معاكي لا الحقن ولا الشفط. بس اوفرول انت محتاجه طبعا كشف، لو صعب عليك الكشف انت ممكن تبعت لنا صور بالديجيتال كاميرا كده على الانترنت على الويب سايت ونقول لك تقريبا احنا هنعمل لك ايه قبل ما تيجي تبقى عارفه انت تعمل ايه. معانا برضو ام حمدي من لندن. الو الو مساء الخير اتفضلي. الو الو سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بس ارد السلام اتفضلي. عن مثلا واحد لو عمل يعني عمليه بتاعت واحد يجري وعاوز يعمل عمليه بتاعت شد بتاع العمليه هذه عملية الشفط ولا عملية شد البطن يعني شد اوكي اي شد البطن وبعد اذا وين الثاني هل يعني هترجع زي ما كان ولا حتكون عادي نورمال يعني؟ اوكي هي بتسأل عن عملية شد البطن. شد البطن دي عملية بنعملها بنفتح فتحة زي قيصرية او اكبر منها او قدها تقريبا مرتين، بنشد فيها العضلات، هي ثلاث حاجات مع بعض، بنشد فيها عضلات البطن بيحصل فيها ارتخاء بعد الولاده المتكرره، بنشد الجلد زياده، بنشد الدهون زياده، ثلاث حاجات. العمليه دي بتتعمل عاده بعد الولادات، بيبقى في ترهل في البطن. اللي بقوله لام حمدي ان هي ممكن تعمل العمليه وحتى لو حصل حمل تاني مش بالضروره بطن وحشه تاني، بس لازم تسمعي كلامنا بقى، اسمعي كلامنا ايه؟ الزياده المتوقعه خلال الحمل ما تزيدش عن 10 12 كيلو، ما ينفعش نعمل عمليه وتيجي تحمل ام حمدي فتزيد 30 كيلو. الزياده دي بتمركز عاده في منطقه البطن وبالتالي بيحصل ستريتش من الجلد تاني. طب ما احنا مش عايزين كده، ما ده كان سبب المشكله الاولانيه، احنا هنعالج سبب المشكله في في الولادات اللي قبل كده وننصحك لما تيجي تحملي تاني تزيد الزياده المفيده للطفل بتاعك، ما تزيديش زياده مجرد مش بس. يعني كل الناس بتتخيل كده حاجه مؤلمه. انه كل ما نزيد البيض يطلع هيلثي، تبقى جايبه 30 كيلو جايبه بيض 2 كيلو وربع يعني. ما بتزيدش هو ما بيزيدش، لا فاحنا عايزين الزياده تبقى زي ما دكاتره النساء بيقولوا ما تزيدش عن 10 12 15 كيلو بالكثير، ما ينفعش نزيد 30 كيلو لان ده كله بيبقى البطن الجلد بيتمد تاني ويطلع سويتش ماسك تاني، هنحتاج نعمل عمليه تاني. طب هل العمليه بتاعت اللي هي الشد دي ممكن تتعمل اثناء الولاده نفسها ولا لازم تقعد فتره؟ هي ممكن تتعمل اثناء الولاده، لكن انا شخصيا مش من الناس اللي بترحب بكده خالص. ليه يا دكتور؟ ليه؟ لان الرحم اثناء الولاده حجمه بيكبر. اثناء الحمل حجمه بيكبر. اثناء الولاده بينزل الجنين وبيبدا الرحم كبير. بيرجع بعد 40 يوم عشان يرجع لحجمه. فانا لما بشد جلد على رحم متمدد بيبقى حلو يوم الولاده.
بعديها ب 40 يوم الرحم بيظهر الجلد يبتدي يبقى فيه نسبه ترهل 20%. يا فهي بتجيب نتيجه 70 و80% تحسن، لكن النتيجه اللي احنا عايزينها كجراحين تجميل ان انا اشوف تابلو انا راضي عنه ما بيحصلش بتاع في الولاده، مستحيل اعمل له، انا بشد على حاجه ناشفه تحت ايدي عضله، الرحم ده عباره عن عضله كبيره، فانا بشد وهو متمدد مش هعرف اشد 100%. طيب احنا معانا جمال من باريس اوروبا معاك يا دكتور النهارده. النهارده سويدي. الو 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 جمال اتفضل. ممكن اكلم الدكتور بعدين؟ اتفضل. دكتور بقول لحضرتك ايه الالوان اللي ممكن اقلي فيها عشان اعمل عمليه شق الدهون؟ مصر. تعالى مصر بعدين نحلها ربنا. الو صباح الخير. صباح الخير يا جمال. دكتور ممكن الوان حضرتك السنه اللي قلبي فيها عشان اعمل عمليه شق الدهون او عمليه الحق؟ هو حضرتك استاذ جمال حضرتك يعني في اي سؤال للدكتور؟ اه تعالى بص ايه الالوان اللي ممكن اجي فيها؟ هو ده احنا على شخص دهون بقى. طيب ده مع الكنترول. ماشي يا دكتور ده مع الكنترول بقى. نرجع بقى لموضوع ال يعني انا عايز اوضح فيها معلومه مهمه قوي، الناس بتقول ناس كتير قوي بسمعهم بيقولوا احنا حققنا 100 ثيرابي وما عملناش حاجه، احنا حققنا الحقن ما بتعملش حاجه، الحقن دي ندفع فلوس في الارض، كلام كتير بسمعه دايما بعترض عليه. تاني هنرجع للمثلث، انا بحب المثلثات قوي على فكره، المثلث بيقول ايه؟ عارفين نحقن ايه؟ ونحقن مين؟ ونحقن ازاي؟ لو الثلاثه دول معروفين النتيجه بتبقى تقريبا 70 80%. يعني ايه 70%؟ نسبه نجاح الحقن دي ناس بعتها 70% ل 80%. يعني ايه؟ يعني كل 10 كلاينت تحقنهم في 7 8 بيجي لي نتيجه هايله، كمان عملوا شق دهون. في 2 3 بيحتاجوا يكرروا التجربه تاني. ما هو يا دكتور يعني انا لسه كنت اقول لحضرتك، حضرتك برضه ذكرت ان محتاجه تكرار التجربه، هو بس كل الموضوع ان الدكتور اللي يعني بيعالج يكون امين معاها قوي. بتجي لي بتقول لي انا بحقن او سمعنا ان الحقن مره كل اسبوع. الكلام ده مش دوكيومنتد خالص، الكلام ده مش موثق خالص في اي مؤتمر مؤتمرات او لا. الشركه الدوليه ذات الدهون ليها موقع الكتروني ممكن الناس تخش عليه، بيقولوا ايه الناس دي؟ الناس دي بتقول حقن مره واحده كل شهرين. ما ينفعش نحقن الا مره واحده كل شهرين. نفس المنطقه يعني انا ممكن احقن النهارده كلاينت بطنها النهارده وبعد اسبوع تيجي تحقن الجينات. مفيش مانع. لكن نفس المنطقه بنحقن الماده الفعاله بتاعتنا نسيبها شغاله ونشوف النتيجه. النتيجه ما بتبقاش قبل 6 ل 8 اسابيع. فوات ذا بوينت او ايه النقطه ان انا او ايه النظريه ان انا احقن النهارده بعد اسبوع احقنها تاني؟ الو الو انا ايوه صباح الخير. صباح النور ازاي؟ ايوه انا بسمع الدكتور. اتفضلي ازاي؟ كنت بسال الدكتور على جهاز الالترا ساوند لتحقيق الدهون. ايه؟ جهاز الالترا ساوند لتحقيق الدهون. انت اكيد جاي في جاي. انا سمعت في الحلقه اللي فاتت. طيب يا دكتور. دكتور انا مشكلتي بس في البطن، انا وزني 65 بس من حيث البخور خطر عندي 98. فانا هون الظريف قالوا لي انه في هذا الجهاز الالترا ساوند للتسكير تنقصني 9 جلسات من 5 ل 6 سنتي ومن 5 ل 6 كيلو. 9 جلسات؟ هو مرة بالاسبوع، فكنت اسال رايك فيه. بس احنا عندنا الجهاز تقنية الموجات الصوتية موجودة، أكيد موجودة في العالم كله، نازلة بقالها سنة سنة ونص ونتائج هايلة. لكن 9 جلسات هيبقى كتير قوي، لأن احنا عادة الجهاز بتاعنا بيجيب 2 3 سم في الجلسة. أوكي؟ يعني لو حضرتك 98 عايزة تبقى 90 هخليك 90 في 3 جلسات مش 9 جلسات. بس واضح إن الجهاز اللي بتتكلمي حضرتك سألتي عليه شوية أضعف سنة من اللي عندنا. لكن في الاخر هو نتائجه هايله، الموجات الصوتيه كتقنيه بقى، انا ما اعرفش نوع الجهاز اللي حضرتك بتتكلمي عنه، الماركه بتاعته ايه، ده مش هيفرق كتير، اللي هو في التقنيه، التقنيه الموجات الصوتيه دي طالعه جديد في العالم، جبناها في الدول العربيه كلها في مصر عندنا، بتجيب نتائج هايله 2 3 سم في الجلسه، 60 دقيقه بتخش تعملي جلسه بتقل 2 3 سم. طب دي هايله. هنتكلم عليها مره وهنعمل لكم برضه جلسه تقرير عليها، تبقى ظريفه قوي مره.